السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زمان قوي يعني من 15 16 سنة كده، كنت صغيرة عندي 14 سنة، أخدت حاجة من حد قريبي فلوس يعني أو حاجة كده. فأنا دلوقتي لا، هل لو حبيت أردها لازم أطلب من الشخص ده السماح مباشر وأقول له إن أنا خدتها، ولا بس أردها بأي طريقة وأستر على الوضع؟ لا، ذهب ولا فلوس؟ لا، ذهب. اشتري ذهب وضعيه في ظرف. هرد ذهب بنفس الوزن طبعا. لازم اقول او اطلب اعتذر ولا خلاص؟ لا، اي واحد صالح ممكن يذهب اليهم بالذهب في اي ظرف، يقول هذه مظلمه لكم كانت عند بعض الناس ولا اعرف اسمائهم، نرجو مسامحتهم وانتهى الامر. جزاك الله خيرا. حياك الله.